كابتن علاء، يمكن الكابتن شريف اتكلم عن حاجه، قال لك حاله عامه، يعني مش قادر تقول ان في واحد فايق، واحد ممكن يصنع الفارق، فاهم؟ يعني ممكن في ماتش من الماتشات تلاقي اتنين تلاته ممكن يصنعوا لك الفارق، او بالعكس تلاقي اتنين تلاته وحشين مثلا وتلاقي الباقي كويس بالظبط، او يعني انما بالظبط، انما لما تكون حاله عامه للفريق ككل اسبابها ايه؟ حاله عامه المشكله الاكبر يا ايمن هي مش مباراه واحده، المباراه الثالثه على التوالي بالظبط. ليه؟ ما انا بسالك اهو. اقول لك عارف ليه؟ ليه بقى؟ ايه العامل المشترك بين الثلاث فرق بغض النظر عن الرجاء؟ دفاع، دفاع، التكتلات الدفاعيه اللي هي دي التكتلات الدفاعيه اللي بتقابلك، ده العامل المشترك بين طلائع الجيش، العامل المشترك بين سيراميكا كليوباترا، صح؟ مع الفرق ان طلائع الجيش كان عارف هو بيعمل ايه وبيدافع ازاي. النهارده لا، ما بيعرفوش ده. النهارده فريق متكتل بيقطع الكره بيديها لك تاني. هي. طول المباراه على كده، هو عايز كده، هو حابب كده. انت ساعدته في حاجات برضو مش طريقه لعبك، الكره الطويله، الكره الطويله. المشكله العامه ايمن انت فريقك كله ما فيش حد بمستواه، ودي علامه استفهام كبيره جدا، وما تزعلش مني او الجماهير تزعل مني، حاجه مقلقه. القلق في حاجه، بعد مباراه طلائع الجيش انا قلت لك كلمه، قلت لك لازم يحصل كلام من الجهاز الفني والجهاز الاداري مع اللعيبه ويعرفوا هم الهدف ايه، ولازم اللعيبه تبقى عندها غيره وحماس اكتر من كده بكتير، ولازم يلعب شخصيه النادي الاهلي اللي هو بيرتدي التيشيرت بتاعه. صح. الحماس والغيره مش هيكسبوك، لكن على الاقل تبقى فرض شخصيتك في الملعب. انت ايمن للمباراه الثانيه انت شخصيتك مش موجوده، شخصيه النادي الاهلي مش في الملعب. النهارده بنتفرج كلنا، هسالك انت سؤال، وانت بتتفرج النهارده جالك احساس كم مره ممكن نجيب جول؟ يعني يكاد لا يتعدى ال 2%. طيب ليه؟ ما انت ما بتعملش، ما بتخلقش فرص. بالظبط، ما فيش حد بيتحرك، ما صح، ما بتخلقش فرص، التحركات وحشه قوي طبعا، التحركات كلها في القلب، وبتلعب بطريقه لعب مش لعيبه النادي الاهلي على الاطلاق. الكور الطويله اللي احنا نبهنا عنها بين الشوطين، كنا بنتكلم انا وكابتن شريف تقريبا واسامه وعادل، ان ما لعبش كور طويله على واحد وسط ثلاثه وفي حارس مرمى، يعني مزبوط. حتى لو نجح انه يلمسها ما هيروح لحارس المرمى. مظبوط. فكل دي يعني ماشي، احنا قبلنا طلائع الجيش، لكن النهارده لا، النهارده انت بتلعب فريق ما بيعملش حتى هجمه مرتده، ما بيمسكش الكره يعمل لمسه واثنين لا لا لا، هو فريق واقف متكتل وانت مساعده، حتى الهجمه الوحيده اللي عملها جت في الجول. يعني ما هو برضه دي كمان من الحاجات السلبيه، حاجات سلبيه امن، ما ينفعش يبقى انت متحكم في شكل المباراه وتحصل عليك هجمه مرتده. فريق كبير ما حصلش فيه كده، لكن حصل، وحاولت 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 لحد الحمد لله طلعت متعدى، طبعا احسن بكتير، او من هزيمه كانت هتبقى شكلها وحش على جماهير النادي الاهلي قبل اللعيبه، وحش أي. جدا على جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي مش متعوده على الشكل ده، لكن هي حاله في اللعيبه كلها. فلازم، مش على فكره ولا وقت بدني ولا وقت خططي ولا وقت حاجه خالص، ده وقت تقفل على فرقتك تتكلم مع الناس. صح. اتفضل. طيب انا سالت الكابتن شريف على موافقك، موافقني، معسكر طبعا، معسكر مغلق. طبعا لازم لحاجتين، لعيبتك تبقى قدامك، وكلام كتير قوي مش بره اكتر في الملعب. صح. كلام كتير قوي، والحاجه الاهم تبعد لعيبتك عن الجماهير. مظبوط. وكلام الجماهير مهما كان يا ايمن، في جماهير بتبقى بتساندك، لكن في جماهير لعيبه جماهير النادي الاهلي يعني بتموت عشان النادي، عشان اللعيبه، ممكن تهاجم، اللعيبه بتتاثر. بالظبط، طبيعي. وبعدين طبعا الى جانب السوشيال ميديا دي لوحدها. فاهم حاجه، لا، لعيبتك تقفل عليهم كويس قوي قدامك. مفيش اكيد مش هتعمل ولا تمارين بدنيه ولا حاجه، لكن انا لعبت قدامي، اتكلم معاهم، افرجهم على الماتشات، افرجهم على الغلطات اللي عملتها، اوقف المواقف، عيشهم الاسبوع ده، عيشهم الاسبوع ده بدون ضغط، بدون حاجه خالص، بدون اي حمل بدني، بس لعبتك قدامك. بص يا ايمن، ثبتت بالتجربه في الانديه والمنتخبات، اللاعب المصري في المعسكرات بيبقى بالنسبه لك انت مردوده ممتاز. ايوه ممتاز. بص يا ايمن، هي في احتراف وكل حاجه، بس احنا انت مش محترف محترف طبعا، انت برضو ممكن سهر، ممكن طبعًا سواقه طبعًا. لا، الناس دي كلها، لكن انا قدامي لعبت قدامي. ايوه
بينام في وقت، بيصحى في وقت، نظام الاكل، كلام كتير كتير. لا بص، اهم حاجه الكلام الكتير جدا من المدير الفني والجهاز المعاون مع اللعيبه، وتخلي اللعيبه تتكلم. مظبوط. اصل في نقطه يا ايمن، هم يمكن يسافروا قبل الماتش بثلاث ايام. ده الماتش عندنا الاولاني، الماتش هنا. الماتش الاولاني عندنا، مفيش حل غير اللي انتوا بتقولوه. الماتش الاولاني هنا يا كابتن شريف. بص يا ايمن، يعني انا مش هتكلم ماتش كتير النهارده عشان ما فيهوش كوره كتير نتكلم فيها. انا هتكلم على الفتره اللي جايه هي الاهم. بالظبط. كويس. الفتره الاهم زي ما بقول لك، معسكر مغلق للعيبه دي، ولازم يبقى فيه حديث بين المدير الفني والجهاز مع اللعيبه. اسمع من اللعيبه، اسمع يعني اسامه انت وحش ليه؟ هيقولوا مثلا انا حاسس ان انا بدنيا تعبان، مش عارف ايه الشكل بتاعنا في الهجوم. اتكلم كابتن شريف انت في ايه. اهم حاجه اما تيجي بقى عندك مشكله متكرره، ايوه لازم تتكلم فيها وتعرف ايه اسبابها، لاني عارف لو مره وانتهت خلاص. لكن المشكله دي بتتكرر معاك من الموسم اللي فات. كان عادل بيتكلم على الموسم اللي خسرنا فيه الدوري. كويس. الموسم اللي خسرنا فيه الدوري ايمن، أيوة. لو رجعت بالذاكره كده المباريات، نفس الفرق ونفس شكلها، تكتل دفاعي. صح. بيحصل بياخد منك نقطه ونت. ممكن يكسبك. فاهمني؟ فلازم الكلام، كلام مع موسيماني، سيد، سامي، مع اللعيبه. ومبقاش كلام واللعيبه بتسمع بس، لازم كلام ويبقى فيه اخد واخد وعطى زي ما بيقولوا. اتكلم اللعيبه بتتكلم، تتكلم انا حاسس ان انا تعبان، انا حاسس ان مفيش شكلنا مش كويس، انا حاسس ان انا مفيش شكلنا الجماعه وحش. طب هقول لك حاجه. فضل. سؤال بس، احنا كلنا حسيناه تقريبا واحنا بنتفرج على الماتش، تحس ان الثقه هربانه من بعض اللعيبه في الملعب؟ اغلبهم. ليه؟ ما هو دي برضو عوامل عليها علامه استفهام. يعني ليه اللعيبه قلقانه؟ ليه اللعيب ما عندوش ثقه في نفسه؟ يعني انت يعني المفروض انت الاعلى، انت اللي راكب، انت الافضل. طبعا انت افضل في كل حاجه. وبعدين مش عارف كابتن اسامه اللي كان بيتكلم او عادل، قال لك اللعيب اللي هو بيدور على فرصه وتيجي. طب انا قلقان من ايه؟ ايوه. وثقتي رايحه ليه؟ ده انا الفرصه جات لي. فرصه جات لي وانا بتمنى فرصه. احنا زمان كنا بتحلم خمس دقايق، بتحلم انك بس تحط رجلك في بتحلم تحط رجلك في الملعب. بالظبط. فانت جات لك فرصه النهارده والمباراه انا مش شايف ان هي صعبه. ما بتلعبش مثلا فريق الند بالند او فريق بيهاجمك، ده فريق متكتل وبيلعب الكره بيديها لك تاني. يعني هو بالظبط تلعب على نص ملعب، يعني خد الكره وابدا تاني، خد الكره وابدا تاني، كانك بتعمل تكتيك كده في تمرين. فحته الثقه الهربانه دي يا ايمن برضو انا هرجع لحاجه. كلام. والله العظيم الموضوع كله مش موضوع ملعب، الموضوع كله رجع لعيبتك لثقتها. في بص ايمن، لعيبه النادي الاهلي منقسمين الوقت. انا معاك ان في ثقه هربانه من اللعيبه وفي مجموعه مجهده، بس غصب عنهم النهارده التشكيل كان اضطراري كله. صح. وفي لعيبه لازم تحس انك تاخد فرصه في النادي الاهلي ما تستغلهاش، يبقى انت بتهزر، يبقى انت يعني ما ينفعش موجود في النادي ده او في الفريق ده. هو كله حاجات نفسيه مش انا عارف ان انت بتقول الكلام ده عشان انت من جواك زعلان متضايق. بص يا ايمن، انا كمان نفسي، انا ماسك نفسي عشان انا على الهوا، لكن انا طبعا زعلان ومتضايق جدا. هقول لك حاجه، انا ممكن النهارده اتفرج على الاهلي مثلا بيلعب اي فرقه ونخسر. أيوة. بس نبقى طالعين احنا كمان بنتكلم، انا مبسوط من النادي الاهلي عملت اللي عليك. بس النتيجه. أيوة. دي حاجه مش بتاعتي، دي حاجه بتاعت ربنا. لكن انا في ايدي دايما حاجه، في ايدي اداء، في ايدي غيره، في ايدي حماس، في ايدي شخصيه لعيبه النادي الاهلي. لعيب النادي الاهلي في حته تانية خالص. اتفضل. هو ده، انا ليه دعوه بالدوري ولا دعوه بافريقيا؟ انا ليه دعوه ان النادي الاهلي بلعب مباراه مش متعود ابدا ان انا لا اتعادل ولا اخسر. أيوة. هو ده اخر كلمتين قالهم عليا. هو ده انا النادي الاهلي، انا ليا لعيبتي، انا ليا لعيبتي، انا بلعب ماتشي بكسب واروح. هو ده. هو بغض ازاي توصل لده مع اللعيبه المفروض عارفاه، يعني بغض النظر عن النتيجه بشيء. لكن انت متعود لعيب النادي الاهلي لما بنزل اي مباراه انا عايز اكسبها بس كده، كسبت الحمد لله. هي كلها النتيجه ما بفكرش فيها، الحاجه بتاعت ربنا. لكن لا، لعيب النادي الاهلي ده في حته ثانيه خالص، مع احترامي لكل الفرق. واللي بيحصل ده ايمن ماشي، بيحصل ومقبول، وتقول الحمد لله النهارده ما خسرتش ثلاث نقاط. كان الموضوع يبقى يعني اصعب واسوأ من كده، لكن مش مشكله. زي بس انا بقول لك، لازم لما كويس قوي الفريق، معسكر كويس قوي، وكلام مع اللعيبه ان شاء الله يوصلوا مباريات وفاق الصيف، نبقى في احسن حاله، مكسب حلو ان شاء الله، اداء حلو يرجع جماهير النادي الاهلي ثقتهم في فرقتهم. ودي اهم حاجه. صح.